يجي خلينا نشوفوا. ربما حنايا كاين جهات في الدوله عندها لانيموزيتي بالفرنسيه كيسميوها، يعني شنو هي لانيموزيتي؟ حساسيه ضد هاد الناس اللي عندهم اللحيه. بون كاين شي وحدين ما عندهم شي لحيه كبيره شويه، انا كنشوف شي وحدين منهم، ولكن اغلبهم اللحيه ديالهم على قد الحال. وشحال من واحد حيد هاد اللحيه كاع في الدين، او لا الحجاب، نقول الحجاب الحجاب اللي هو ديال الامهات ديالنا وديال الجدات ديالنا، ولينا دابا حنا ضده، واللحيه اللي هي ديال الاباء ديالنا والاجداد ديالنا وديال الملوك ديالنا. شوفوا الملوك العلويين الصور ديالهم هذه قرون، شنو واش كانوا باللحيه ولا بلا لحيه؟ وسيدنا اللي دابا داير الحياه، ها هي راهي اللي فات اللحيه ديال سيدنا يقرجوها لي، انا متفق.